يعني حاول برضو اقللنا الصوت هناك يا ياسر شويه. بنروح برضو سريعا للحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. مناقصه الكاس النهارده خلصت وكان هناك مفاجات ملويه وارقام كبيره جدا 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 ومنافسه شرسه. حاج محمود مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي للجميع كلهم الطلبه. يعني مش ممكن يعني المجموعه الممتازه دي، تحياتي لهم جميعا. ودلع سنه كابتن حازم وكل المجموعه اللي موجوده. حبيب محمود ربنا يخليه، بيحيوا حضرتك كلهم. الله يخليك يا حبيبي. يعني النهارده الحقيقه مناقصه شرسه جدا ب 2.5 مليون جنيه السنه اللي فاتت الكاس والسوبر. النهارده يعني منافسه كبيره وصلت ل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه بس فضائي، بس كاس مصر والسوبر لمده سنه دائما دور ال 32 والسوبر، حقوق بس فضائي بس وليس حقوق تجاريه يعني. مزايده يعني الحقيقه، احنا كنا حاطين سعر اساسي 6.5 مليون السنه اللي فاتت، كان قلنا نزيد عشان طبعا مخاطره، طبعا ممكن يكون مثلا الاهلي مش في السوبر ولا في الكاس. فكنا حاطين احنا كلجنه بات انا والاستاذ جمال، كنا حاطين المظروف فتحناه قدام الناس السعر الاساسي، وزيدنا على السعر الاساسي. كان تقدم المظاريف 3.200 شركه برزنتيشن و4.200 شركه تيلي سيرف، زيدنا لغايه ما وصلنا الى يعني خدت مراحل كتير لغايه ما وصلت 10 مليون. يعني الحقيقه رقم برضو كبير يا حاج محمود. مفاجاه كبيره طبعا يعني. والله المنتج المصري يعني الدوري المصري مع انتظام المسابقه اللي حصل السنه اللي فاتت، كان كابتن سيف في السوبر ونجاحه وكاس مصر النهائي، طبعا ده فرق كتير جدا، وده اللي احنا بنسعى عليه تنميه موارد الاتحاد والانديه، لان تعرف عوائد الكاس دي كلها بتتوزع على كل الانديه. حاطين السنه دي الاول 1.5 مليون من عوائد الكاس، والثاني 750، وحاطين لكل مباراه اللي يشترك فيها من الدور ال 32 تصاعديا 50,000 توصل ل 250,000 لو اشترك، لو وصل للنهائي بخلاف المكافاه بتاعت البطل والوصيف. ده الحقيقه برضو الحقيقه يعني شيء يحسب لكم ارقام كبيره، وواضح ان المنتج بيفوق بشكل كبير يعني. بالظبط، هي الاتجاه في كره القدم، انا اعتقد ان انتظام المسابقه والسنين الجايه، ونروح بقى بعد اذن حضرتك بقى لرابطه المحترفين وبث جماعي بطريقه محترمه، هيكون العوائد افضل بكتير بعد تحرير المنتج، بعد ما كان بقى تكلفه انتاج بعد موضوع شهر دلوقتي. اظن ده ساعد كتير جدا في ان المنتج يرجع للقيمه الكبيره دي. حاج محمود برضه هستغل وجود حضرتك معايا. امبارح الحقيقه كانت الامور مشتعله جدا امبارح، كابتن هاني ابو ريده والسيد الوزير، ويعني على ملف الكابتن عصام عبد الفتاح واللائحه بتسمح ما بتسمحش. يعني هي حضرتك في النهايه اتحاد الكوره قرر ايه؟ هل اللائحه بتسمح ولا ما بتسمحش؟ بص يا كابتن، هي الموضوع غريب شويه. هو الموضوع عباره عن ان احنا بعتنا محضر مجلس اداره في قرار مجلس اداره بالموافقه على استمرار الكابتن عصام، واعتراض المهندس احمد اعترض، هو في قرار اصلا موجود. فاحنا فوجئنا الرد ده، انا لغايه دلوقتي مش فاهم. يعني مثلا احمد نجاد مثلا ما متحفظ في كل القرارات، مش عارف على الشركه الراعيه وعلى السوبر لازم يتلعب في مصر والكلام ده كله، ما جاتش الشركه الراعيه يعني ما جاتش الوزاره ردت على اعتراض حد. احنا فوجئنا بالرد ده، انا مش عارف ايه مصدره ايه سببه. هو السؤال يا حاج محمود، لائحه اتحاد الكوره بتسمح ولا ما بتسمحش؟ لا، هو اللائحه تسمح في ان هو الجمع بين العمل. هو انا وجهه نظري لما خدت الموافقه كان وجهه نظري انها تسمح، والغالبيه في مجلس الاداره كلهم كان وجهه نظرهم ان اللائحه المقصود بالاتحاد الاخر يعني اللي هو يبقى فيه تضارب مصالح جوه الاتحاد. اما هو يعني ادبيا او انك انت تبقى موجود متواجد تخدم اللعبه، هو لما اتكلم عصام قال انا ليا 10 ايام في كل شهر هاجي فيهم في مجلس الاداره، وفعلا حضر 3 جلسات بعد كده. فهو انا فيما يخصني 3 جلسات المتتاليه اول 6 المنقطعين هم دول اللي بعدوه عن مجلس الاداره. ده كان وجهه نظر الغالبيه مجلس الاداره، وبعتناه للوزاره خلاص. لكن هي لائحه اتحاد الكوره بتسمح ان هو يجمع ما بين وجهه نظرنا. اصل بص حضرتك، قوانين الهيئات ده واللوائح يا كابتن سيف، انا افسر لك الموضوع وعكسه مفيش مشكله. اصل ده كلام مرسل يعني، يقول اي اتحاد اخر ده مقصود داخل طبقا لاحكام القانون ولا طبقا لاي اتحاد. طب هو حضرتك هو انت حضرتك يعني من وجهه نظرك، وانا عارف ان كابتن عصام له كل الاحترام طبعا، انت حضرتك شايف ان هي ظاهره تنفع ولا ما تنفعش؟ هو عموما يا سيف يعني الاهم حاجه الموضوع، انا بقول لك بمنتهى الامانه، احنا عندنا في اتحاد الكوره في مشكله كبيره جدا. اتحاد الكوره بيقوم بعمل تنفيذي ويومي، وانت تحط سياسات يعني. انا يعني انت مش مفروض انك انت تبقى موجود كل يوم في اتحاد الكوره تشوف الورق والصادر وتنط في الضبط ده وتعطيل ده وتدفع الماليات، ده مش مطلوب. انت حضرتك انت كنت عضو مجلس اداره في نادي الصيد، وانا كنت عضو في اللجنه، انا باجي احضر اجتماع اللجنه بحط سياسات، عندي مدير تنفيذي وجهاز تنفيذي بيتابع السياسات. مش شرط اكون موجود كل يوم عشان اقول ان انا ناجح، او لكن هو عندك اذا قدرت انك انت توفق
بين عملك في عملك الخاص. انا عندي عمل خاص وغير عمل خاص, وفي ناس عملهم في الاستيراد والتصدير. ايهاب مثلا بيسافر كل شهر 10-15 مرات بيسافر لماسك التصدير في شركاته اللي بيشتغل فيها. فيعني اذا قدر يوفق ويلتزم ويحط سياساته ويبقى امين مع الجمعيه العموميه والكلام ده, دي تبقى قدرات وملكات لناس. كل واحد يقدر يوفق وواحد ما يقدرش. تمام. بشكرك يا حاج محمود واتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري.